والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم محمد وصحر، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني نما بشكل طفيف في الربع الثالث بأكثر مما جاء في توقعات أولية، مدعوما بإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا نسبة 4% على أساس ربع سنوي و 1.3% على أساس سنوي وفقا للأرقام المعدلة موسميا. انخفض الجنيه الاسترليني على نحو طفيف اليوم، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. ويتوقع محللون أن يظل الاسترليني هشا مع مواصلة بنوك مركزية منها بنك إنجلترا تشديد السياسة النقدية، حتى على الرغم من الركود الذي من المتوقع أن يكون أعمق في بريطانيا عن الولايات المتحدة. وسجل الاسترليني 1.207 أمام الدولار. وفي أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب مع استعادة الدولار لمسار الصعود، لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من المركزي الأمريكي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير. وهبط سعر الأوقية بنسبة 2% إلى 1751.49 دولار. وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 1221 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1425 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1629 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11400 جنيها. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني أهمية العمل في إطار تجمع أوبك بلس، وعلى إمكان اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة الطاقة السعودية. أفاد أيضا بأن الوزيرين شددا على التزام الرياض وبغداد بقرار مجموعة أوبك بلس الأخير لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا إلى نهاية عام 2023. ختام أخبار الاقتصاد، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد. إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.